So good afternoon, good morning, good evening. صباح الخير، مساء الخير للجميع. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الندوة اليوم، وشكرا لمشاركتكم معنا، خصوصا لأنكم أتيتم بعض منكم من أماكن فيها الوقت مبكر جدا اليوم. والآن طبعا سوف نتكلم عن تحديث بما يجري اليوم بالنسبة لكوفيد 19، جائحة كوفيد 19. وطبعا لدينا بعض المحدثين، ولكن لو سوف يكون لدينا بعض الوقت أيضا للأسئلة، طرح الأسئلة. هذه للجدد معنا هي طبعا ندوات عبر الإنترنت لشبكة المعلومات التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وطبعا نحن ننظر في الطرق المختلفة لكي يكون لدينا معلومات كافية، خصوصا عندما نكون في حالة جهوزية أو استعداد لجائحة أو مرض متفشي معين. اليوم عندنا الدكتورة سيلفيا بريانت، وهي أيضا مديرة في قسم لمنظمة الصحة العالمية، و أيضا شخص تعرفنا عليه من قبل، الدكتورة ماريا فان كيركوف، وهي أيضا مديرة وأيضا الدكتورة ميرا شاند، وهي التي تعمل في منطقة جنوب أفريقيا وتتخصص أيضا خصوصا في دكتور لورانزو سوبيسي، وهو أيضا عضو في الفريق التقني، وهو أيضا في هذا الفريق نفسه. وبدون أي تأخير الآن سوف طبعا أولا فقط لبعض الأمور الإدارية. طبعا هذه الندوة هي مسجلة وأيضا مترجمة لسبعة لغات مختلفة: الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، والعربية، والهندي، والبنغالي. وأيضا إذا أردتم أن تطرحوا الأسئلة، طبعا ضعوها في خانة الـ Q&A أو طرح الأسئلة الموجودة في أسفل الشاشة، ودائما عرفوا عن نفسكم من أين بلد طبعا والوظيفة. وأيضا هناك طبعا تقييم في آخر هذه الحلقة، وإذا ممكن أن تساهموا في هذا التقييم أيضا. طبعا نحن نعمل معا وهذا فريق عمل، ونرى الكثير من الوجوه التي طبعا تساهم في ندوات مختلفة. فاليوم أولا أريد أن أقول صباح الخير، مساء الخير للجميع، وأريد أن أرحب بكم جميعا في هذه الحلقة أو الندوة. فالآن طبعا نحن نتكلم عن كوفيد 19 والمتغيرات الجديدة. اليوم طبعا نريد أن نتكلم عن سار وكل المتغيرات الجديدة والأشكال الجديدة. طبعا نحن نجد نفسنا نواجه بعض من هذه التغيرات، ولكن وسيد أن ممكن أن تصحح معلوماتي بالنسبة لهذا الموضوع. نحن عندنا فروع مختلفة الآن، وهناك أرقام وأسماء وممكن أن تكون معقدة جدا، ولكن الخبراء اليوم سوف طبعا يطلعون على كل هذه المعلومات ويبسطوها، هذه الأسماء في IBA2 وغيرها وإيبي، ولكن هم سوف يعرفون على كل من هذه الأنواع. أوميكرون طبعا الآن أصبح أقل حدة من طبعا المتغيرات التي انتشرت في سنة 2019 و2020، ولكن علينا أن نعترف أن الآن هناك لا يزال بعض الأفراد الذين ممكن أن يطوروا مرضا صعب مواجهته،
البعض ممكن أيضا إذا ما كان عندهم مرض السكري أو عندهم أي نوع من الضعف في المناعة. فحتى لو كانت هذه الخصائص أقل خطرا مما ألفا بيتا جاما أو دلتا، لا يزال هناك بعض الأخطار. طبعا الإنسانية طبعا هي دائما متعجبة بالنسبة للأجسام الكبيرة عندما تتطلع بالفضاء، والميكروبات أو الجراثيم الصغيرة التي نراها في المجاهر. ولكن كان هناك هذه النظرية، نظرية الذرة الصغيرة أو الجزء الصغير، حتى منذ ألوف السنوات. ولكن الآن هناك الكثير من التقدم في التكنولوجيا، والآن الذرة طبعا قد درست وقد قسمت إلى أقسام عديدة. ولكن اليوم عندنا طبعا الكثير من هذه التكنولوجيات، وخصوصا بالنسبة لتخصيصات الجينو المختلفة. فالآن نحن نستطيع أن نفهم هذه الأمور، وهي ساعدنا كثيرا عندما نواجه هذه الجائحات المختلفة. وهذا مهم جدا بالنسبة للإنسانية، لكي يكون لدينا أدوات للتلقيح والمعالجة والفحوصات أو الاختبارات التي نستطيع أن نقوم بها الآن. وعلينا أن نتأكد أن كل هذه الأدوات لا تزال فعالة. وطبعا بعد كوفيد 19 وكورونا فيروس، فأنا طرحت السؤال على البيولوجيين أو العلماء، إذا طبعا هذا بسبب اختباري مع الإنفلونزا، وطبعا والتطور هذه الأمراض، وقالوا لنا وقالوا لي أنه هم يشكون أن هذه الأمور ممكن أن تتطور بسرعة. ولكن بالنسبة لي في خلال الجائحة كوفيد 19، وجدنا أن الكورونا تستطيع أن تتطور بشكل سريع في ما بين طبعا البشر أو العنصر الإنساني. وعلينا أن نفهم هذه التغيرات والديناميكيات انتشار هذه الأمراض. وطبعا علينا أن نفهم خصوصيات هذه الأمراض، وكيف ممكن أن هي يعني تتجنب الأدوات التي هي لدينا من قبل وتحاول أن تتفاداها. والآن طبعا عندنا الخبراء الذين سوف ينظرون في كل هذه الخصائص و لهذه الأمراض، وكيف نستطيع أن نواجهها في أفضل مثل أو أفضل طرق. فشكرا جديد من جديد لي طبعا تواجدكم معنا، ولكي نمر في هذه في هذا الطريق، طريق الجهوزية والتحضير مع بعضنا البعض. شكرا دكتورة سيلفي على طبعا يعني وضعنا في الوضع الحالي بالنسبة لكوفيد، وكيف نستطيع أن نتقدم الآن. والآن الدكتورة ماريا فان كوكوف هي سوف تعطينا فكرة عن الوضع الدولي، وبعدها الدكتورة أن سوف طبعا تشرح لنا عن الأدوات المختلفة، وبعدها عندنا طبعا أسئلة وإجابات من خلال أعضاء الندوة اليوم. أنا سعيدة جدا أن أكون مع الدكتور آن وميرا ولورنزا، الذين يعملون يعني دور أو يلعبون دور مهم جدا في هذه التحضير أو الجهوزية. وهو طبعا من زميلي من جنوب أفريقيا، والدكتورة ميرا وهي عضوة طبعا من هذا الفريق، وتعمل تلعب دور كبير طبعا في المملكة المتحدة وفي كل أنحاء العالم. والدكتور لورنزا
وهو سعيدون جدا ان هو يكون معنا لانه يقوم بعمل تنسيق عظيم في هذا الفريق التقني. فسوف اعطيكم فكره شامله او عامه، ولكن هي طبعا تركز عن الامراض، علم هذه الامراض المتفشيه، وبعد تقريبا قليلا من تاثيرها، ولكن لا تغطي كل ما تقوم به المنظمه ومنظمه الصحه الدوليه، التلقيح، الاشياء الاخرى والاختبارات والبحوث. فقط نحن نركز على الفيروس نفسه. فالان اينما نحن؟ نحن نعلم ان هذا الطارئ او حاله الطوارئ الصحيه طبعا قد اوقفت في شهر 5 يوم في 2023، وكانت هناك طبعا قال ان الخطر لا يزال موجود، ولكن أصبح الآن أقل. انتهت حالة الطوارئ الصحية التي تثير القلق الدولي، ولكن إذا ما نظرنا هنا نجد وكأنه الكوفيد قد ولى أو لم يعود موجودا حسب هذه الصورة وما نرى فيه هنا في التغيرات، ولكن لا نزال عندنا حالات، وهذه تأتي من 23 بلد من أصل 234 بلد حول العالم. طبعا كان هناك انخفاض كبير في الحالات الجديدة أو الوفيات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها في الدول المختلفة، ولكن طبعا هناك بعض المناعة قد ارتفعت بشكل أو بآخر، ولكن نحن نحصل على المعلومات فقط من 40 دولة من أصل 234 دولة. وهذا طبعا نعلم أن هذا الفيروس لا يزال ينتقل من مكان لآخر، ولكن ليس لدينا رؤية واضحة بالنسبة لانتشاره حول العالم. ولكن بالنسبة لهذه المعلومات فنرى أن هناك ما يقارب 977 مليون من الحالات و 1700 من حالات الوفاة، ولكن نحن نعتقد أنه ممكن يكون 3 أضعاف هذا الرقم حول العالم. فهو هذا المرض أو الفيروس لا يزال يتنقل حول العالم. طبعا عندما ننظر في 20 يوم الماضية، وهذا طبعا في المناطق المختلفة مثل أوروبا والأمريكيات وجنوب شرق آسيا، نرى أنه هناك بعض الارتفاعات في المستويات، وهذا طبعا تتخذ بعض الوقت لنحصل على هذه التقارير من المناطق المختلفة، ولكن نعلم أنه نحن منذ وقت الذروة، يعني وصلنا للذروة الآن، أن نتراجع بهذه الدرجات التي تروها على في هذه الشريحة التي تتراوح بين في 40% وأكثر. وأيضا بالنسبة لنظام مراقبة أمراض الجهاز التنفسي المبجلة ونظام مراقبة الاستجابة الموسع GISRS، وهذا ليس فقط مراقبة إنفلونزا ولكن الفيروسات الأخرى التي تسبب COVID-19. ونحن طبعا نقوم بالتقارير أو نطرح التقارير التي تتعامل مع الاثنين والإنفلونزا وغيرها في البلدان والمناطق الأقاليم، فنرى أن هناك 14% ارتفاع الآن بين 13.5% إلى 14% في حول في هذه المناطق التي ترسل لنا البيانات. والآن طبعا نحن نريد أن نتحول إلى التأثير لهذا العمل أو ما يحصل حول العالم. فعندنا لمدة 28 يوم حالات قبول جديدة في المستشفيات، ندفع على المستوى الدولي كما ترون في أسفل هذه الشريحة. فعلى المستوى الدولي من
طبعا من الملكيات ومن أوروبا، فهذه البلدان تقول أن هناك ارتفاعات بنسبة 8% على المستوى الإجمالي، وهنا في المنطقة الشمالية، وخصوصا هناك طبعا الناس يصرفون الكثير من الوقت داخل المباني، وهذا ممكن أن يسبب ارتفاع في هذا الشأن. وطبعا على اليمين نرى طبعا قبول في المستشفيات وفي حالات الطوارئ أو طبعا العالي، وهنا أيضا نرى أن هناك الكثير من هناك ارتفاعات خصوصا في المناطق الباردة، وممكن أن نحن بلغنا الذروة على هذا المستوى 19% أو 17%، ولكن هذه المعلومات التي تأتينا إلى WHBO ليس لدينا رؤية جيدة الآن أو بيانات كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن لنتكلم عن المتغيرات نفسها. وطبعا علينا أن نتغير ونحن نغير في طريقة عملنا، وطبعا كل شركائنا حول العالم هم يقومون بهذه البحوث ويشتركون مع فرقاء المختلفين بالنسبة للشؤون التقنية وكيف نستطيع أن نراقب كل هذه المتغيرات. فالآن هناك ثلاثة متغيرات التي نحن نلاحقها، وهي كلها من عائلة الأوميكرون XBB 1.5 1.16 و EG.5. هذه طبعا EG.5 الآن ترتفع أكثر من غيرها، تروها في وسط الشاشة، فهناك الكثير من كلها لها علاقة بسارس، وكلها ممكن أن تسبب الأمراض وهذه العوارض المختلفة المشابهة لعوارض كوفيد. ولكن المقلق الآن بالنسبة لنا هو أنه ليس لدينا الكثير من المراقبة والبيانات التي تصلنا الآن من أجل تحليلها، وهذه ما نراه هنا في القسم اليسار من الصورة التي نراها في مستوى الذي وصلنا عليه. فطبعا تأتي كل هذه الأمور من بلدان مختلفة، وهناك هذه الارتدادات تأتي من نواحي مختلفة، ولكن هذا يتخذ بعض الوقت لكي نصل إلينا، وبعدها نستطيع أن نشاركها على منصة مفتوحة. فمن جديد يعني تقييم هذه الأخطار أصبح متأخرا قليلا. فبالنسبة للاتجاهات المتغيرة لإير أس وكوفيد 2، فهذا طبعا والتأثير اليوم ممكن أن يتغير من منطقة إلى أخرى في حول العالم، فألفا بيتا جاما ودلتا وغيرها وأوميكرون. فالآن نرى أن BA.1 أو BA.2 أو 4 أو 5 أو كلهم ممكن أن يعتمد على ما هو متنقل في هذه المناطق المختلفة، وأيضا ما قمنا به بالنسبة للتلقيح والمناطق، يعني توسيع المناطق التلقيح لدينا. الآن هناك الكثير من البلدان التي تكتشف VUM BA.2.86، وهذا تأتي من 21 بلد حول العالم كما ترون هنا في على يسار الشاشة 198، هو كل التغيرات أو الارتدادات التي تحصل حول العالم الآن. ولكن ليس لدينا يعني معلومات كافية لنعلم أنها موجود في 21 بلد من أقاليم الصحة، منظمة الصحة العالمية، ولكن المعلومات محدودة في العرض التحصيني أو السريري.
تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات العينة والعينات سواء البشرية أو البيئية. ولكن من جديد نحن نشكر هذه البلدان التي أرسلت لنا المعلومات. ولكن كما قلنا طبعا تمت مشاركة التسلسلات من خلال GISAID التي تقدم تسلسلات حسب منطقة منظمة منطقة منظمة الصحة العالمية. فنرى في الملون أن هناك تراجع، ولكن هذه البلدان التي تطرح أو تشارك التسلسلات، فمن جديد نحن نطلب أن يكون هناك طرح في هذا الأمر ومشاركة أفضل لهذه المعلومات من قبل البلدان الأخرى لكي نستطيع أن نرى يعني ما يحصل، ما هي التوجهات الجديدة. فنحن طبعا متواجدون في الأمريكيات وفي المنطقة المحيطة لهذه، ولكن علينا أن نحصل على المعلومات من البلدان الأخرى. ف WHO لا تزال تعمل الآن مع الكثير من البلدان المختلفة، ولكن على مدة ما يقارب سنتين، يعني فترة سنتين ننظر فيها. وطبعا هذه الإدارة إدارة المستدامة لمرض كوفيد والانتقال بشكل كامل من الاستجابة للحالات إلى طبعا مجهة والاستعداد والجهوزية الكاملة والحد طبعا من حالات الإصابة بفيروس سارس والسيطرة عليها لتقليل المرض الشديد وتقليل التأثيرات على الصحة، للوقاية من مرض كوفيد وتشخيصه وعلاجه، للحد من معدلات الوفيات والعواقب طويلة الأمد، وأيضا لدعم الانتقال للدول الأعضاء من الاستجابة للأزمات بدمج هذه البرامج لمكافحة فيروس كورونا طويلة الأجل والمعززة والمستدامة. هذا ما نقوم به الآن، وطبعا علينا أن نكون على جهوزية وجهوزية مستدامة. وكان لدينا بعض المحاضرات بالنسبة للموزايك أو الطرق المختلفة لمواجهة هذا المرض، ولكن على المستوى 3.5 سنوات نرى أنه علينا أن نستديم هذه القدرات لكي نواجه IPSN. هناك أيضا شبكة أخرى التي تأتي بكل هذه المعلومات والتسلسلات، وبهذه الطريقة يكون لدينا طبعا هيكلية ونستطيع أن نسلسل كل هذه المعلومات التي تأتي إلينا. طبعا أنا بنهاية هذا العرض أنا أريد أن أشكر كل المجموعات الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية ذات الصلة بالتطعيم وهذه المتغيرات، وأشكرهم للمساهمة طبعا في الرصد والمراقبة، وأيضا بالنسبة للقاح، وإذا ما كان هناك أدلة خلال التقييم لتغيير يعني ما هو محتوى هذه اللقاحات وما هي السياسات المتبعة. وبهذه الطريقة طبعا يكون هنا عندنا سياسات جديدة فيها طبعا نستطيع أن نقوم ونضع كما قلنا سياسات جديدة، وخصوصا بالنسبة لاستعمال التلقيح حول العالم. وأخيرا في أواخر أغسطس طبعا الدكتور تدرس قد أصدر أو آخر تقارير بالنسبة لهذه المراحل الموجودة. طبعا لا أستطيع أن أقرأها كلها من الـ A إلى G، ولكن هي تركز على كل هذه المخططات وكيف نستطيع أن نتعامل مع كوفيد، وأيضا بعض الطوارئ الأخرى التي استحدثت الآن وتحصل، وننظر في فعاليات كل هذه الأنواع من التلقيح اللقاحات ونستطيع أن ندعم طبعا اللجنة الاستشارية لكي تستطيع يعني المنظمة الصحة الدولية أن تتعامل مع كل هذه المستجدات الجديدة. عندنا ما يقارب 55% الآن، ولكن في أفريقيا فقط 8%
فقط من الأمراض فوق 60 سنة حصلوا على التلقيح، فقط 8% في هذه المناطق الأفريقية. فيعني من جديد نحن نرجوكم أن تلحقوا كل هذه الإعلامات والإرشادات بالنسبة للتلقيح وبالنسبة للعناية بهؤلاء، وأن نتأكد أنه نحن نركز على الوصول المتساوي إلى هذه الموارد الموجودة لدينا. فعلينا الكثير من العمل نقوم به الآن، وبهذا طبعا أنا أنهي الآن كلامي. شكرا. فالآن إذا ممكن أن تشرح لنا ما هي طبعا توصياتك بالنسبة لموضوع SRA الآن. That's an expected fact, and it evolves as transmission occurs in human-to-human transmission throughout the world. What is happening is what Maria said, is that less and less sequencing is happening. So we're seeing less of that evolution over time, and we'll only see once we get a specimen or a sequence. عندما نأخذ عينة أو سلالة معينة وهي في نظام المراقبة ما يجب أن نقوم به، ولكن بالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك تطور في الحيوانات ويجب أن يكون مراقبة، وقد تنتشر إلى البشر وإلى الحيوانات. ولكن بالنسبة إلى التطور الذي حصل هو مزيج من الفيروسات والجزء من البشري، وقد ينتقل تذكروا أن يعني هو تنتشر بعدة يعني سلالات، وهي أسرة واحدة من الأوريديا، وقد تكون مختلفة ومشابهة بطيف واسع من المتحورات وأيضا السلالات الفرعية، وكل الفرعيات وكل السلالات تكون مشابهة إلى بعض البعض، مثل سلالات أكثر من سلالات ما قبل الأوميكرون. وأيضا والأوميكرون لديه أيضا يعني مزايا مختلفة، وبالنسبة تعلق بال عدة ونجد وتعطينا أيضا وهي تؤدي إلى مرض ويجب أن يتم لقاح. هذه على ما يبدو هي هذه البيان أمامكم هي الانتشار العالمي لسارز الملتزمة الأمراض التنفسية لكوفيد 2 وخلال 5 أسابيع التي تم التبليغ عنها، وهناك زيادة بال 25 اي جي 5 ب 25.9 زيادة، وننظر إلى الفام ومستقرة وقد وينتقص، وهي فقط إلى الإكس بي بي 1.9.2، ولكن متغير واحد تحدث عنه هو 8.6، وهذه الأرقام هي صغيرة قياسا. وعندما نفهم حول هذا الانتشار العالمي أن نفهم بأن علينا أن نضع بذهن عدد الحالات عندما يكون هناك ثقة بالاستجابة على مستوى العالم.
إذن ما هي التوقعات مدى يحدث مع هذه المتغيرات والتي تم الكشف عنها وننظر إلى الزيادة و في يعني ال ويا ينتج عنها ما هي ميزة النمو وأيضا التخلص من المناعة وأيضا يعني شدة المرض ومدى يعني بالنسبة إلى ويكون هناك زيادة في هناك يعني مخاطر الصحة العامة هي قد مؤشر مخاطر الصحة العامة قد تكون منخفضة أو متوسطة أو عالية ما هي الثقة بالتقييم وعلينا أن ننظر إلى هذه الأرقام يعني وهي مع مرور الوقت مع مزيد الحالات يجب أن يكون أيضا ثقة زيادة علينا أن نريد أن نحصل على بيانات من قبل من كل المناطق ومن كل الدول لكي وأيضا هذه قد تأخذ التقييم قد يأخذ أسابيع يعني ونصعب مع قليل من البيانات ويأخذ من صفر إلى عدة أسابيع وقد تتراكم هذه البيانات تباعا. الشيء الوحيد الذي يجب أن نقوم هو يعني قام على الإحصاءات وحتى أن نرصد أيضا الحالات أو تسلسل تتابعات عندما تحدث عنه يقول إنه هذا شيء جديد وهذه متحورات ما كيف يمكن أن نرصدها ومهم جدا أن يكون هناك الكثير من الأرقام والكثير من المتحورات والمتغيرات وأيضا هناك أيضا أدلة نرى هناك رابط في أسفل هذه الشاشة تعطيك مثال كيف يمكن أن نعرف يعني حول هذه المسارات ونفهمها وكيف نحاول أن نشرحها لبعضنا البعضنا وأيضا ماذا يعني المتغير وكيف يمكن مواجهته وأنها إذا كانت هي يعني تنمو أما سلالات في زيادة وأيضا أن لا نتجاهل أيضا التشخيص المبدئي وانطلق من التعقب هذه أمثلة ننظر إلى الأرقام الشيء الوحيد الذي نريد أن ننظر إليه بتقييم المخاطر كم تم ما مدى كشف هذا المتغير ومشابهة إلى مثل الأنواع التي شاهدناها في السابق وهذه كانت هذه البيانات من الأسبوع الفائت ننظر إلى الانتشار إذا كنا هناك أدلة أكثر وننظر ما هو المتغير الذي ينخفض وأنا أعتقد هذا نريد أن شيء نريد أن نرصده وأنه من الصعب كلما زادت الحالات والتتبعات وهي تحدي من هذه الطريقة ننظر إلى أرقام يكون هو مستقرة لنفهم ماذا يحدث حالياً. هنا مكون هنا ملخص لأيضا المخاطر التقييم ونأخذها بعين الاعتبار التقييم الإجمالي ومنخفض والمؤشر هو مستوى المخاطر ومستوى الثقة وأيضا ميزة النمو وهي متوسطة إلى مرتفعة وأيضا وهذا مناقشات تحتاج إلى ويكون هناك
ناس قد يأخذوا أيضا بعض الأحيال. هناك في كثير من السلالات، ولكن مهم جدا أن نفهم عدد المتغير وما هي الشيء التي يجب أخذها بعين الاعتبار من خلال استجابة للصحة العامة. وبالنسبة إلى تقييم المخاطر والإطلاق، يعني التقييم والمخاطر المحدثة، وهي 21 من شهر سبتمبر أيلول 2023 يكون هناك تقييم مخاطر تمهيدية، وتم إطلاقها ب 9 من شهر أغسطس 2023. وهذه البيانات والتسلسلات 31912، ومن خلال هذا الرصد بناء على هذه البيانات ونلاحظ أنه ببعض الكشف وبعض ويتأكد علينا أن نفهم والتوصيات، يجب أن يكون هناك تحييد أيضا، وأن ننظر إلى البيانات، يكون هناك عملية دينامية للمراقبة. ولكن لأني أنا ما تحدثت عنه هناك بالبي اي 2.86، هناك متغير يتحور على شكل عالي، وهو تحت الرصد، وهناك يجب أن نأخذها هذه في الكثير من النطاقات وكل الكثير من الدول. هذا السبب، وحتى هناك زيادة، وهذه يجب أن يكون هناك يكون هناك التغيير، وننظر إلى أن نعمل بالمزيد من المراقبة ونحصل على المزيد من البيانات. بعض هذه التوصيف الظاهري اللي هي البي اي 2.80 والتحييد، وهنا البي اي هو لم يكن هناك إمكان للتصعيد متزايد أكثر من أوميكرون إكس بي بي 1.5، ومن التحييد المناعة التحييدية الناشئة عن التهاب الأوميكرون والمتغيرات الفرعية ومداها من B.1 إلى XBB، ومن خلال التهابات واحدة أو الانتشار الالتهابات، وليكن ويجب أن نأخذ نحن بعين الاعتبار التقييم. بالنسبة إلى التوصيف الظاهري وأيضا خواص الفيروسات، ليس هناك فرق أساسي في خواص الفيروسات في زراعة الخلايا النسبية إلى XBB 1.5، وإن كلا البي اي 2.86 والإكس بي بي 1.5 قد هي تنتج الالتهاب على نحو حجم مشابه، وأيضا علينا أن نفهم ماذا تعني المتغيرات الفرعية، ومن خلال وجهة نظر صحة عامة. وبإجازة والإيجي 5 والسلالات المتحدرة هي الأكثر متغيرات على مستوى العالم، تم تبليغ عنها مع انتشار نسبة 30%، وأن مخاطر تقييم المخاطر المحدثة لإيجي 5 قد تم الإعلام عنها ب 21 سبتمبر 2023. وهنا التقدير والشكر إلى كل الناس الذين لعبوا الدور، وأيضا لتقييم هذه المتحورات، هي المجموعة الاستشارية الفنية والمجموعة الاستشارية العلمية في منظمة الصحة العالمية، وخاصة تاكفي. وشكرا.
So thank you so much, Anne. شكرا جزيلا آن إلى هذا التقديم. أعطي الآن الكلمة إلى المجال إلى الأسئلة والأجوبة. وماريا أعطتني بعض الأسئلة. لدينا 20 دقيقة للأسئلة والأجوبة، وأعطي بعد ذلك الكلمة إلى سبريا لكلمة الختامية. وهناك رجاء استخدام أيقونة الأسئلة والأجوبة، وليست وهذه الشرائح سوف تكون متوفرة، وسوف يكون هناك تقرير حول هذه التقديم بوقت لاحق. وأنا أرى هنا سؤال الأول هو، ويأتينا هذا السؤال كثيراً، هل BA بيتات هو جزء من عائلة الأوميكرون بسبب العدد الكبير من المتحورات؟ كيف يمكن يعني تصنيف يعني وشيء مدار القلق؟ وأريد أن أعطي الكلمة إلى أميرة لتجيب على السؤال، وممكن أن نطرح هذا السؤال إلى المتحدثين الآخرين. تفضل يا أميرة. وما نقشه بشكل متواضع هذا السؤال مهم. أنا أعتقد المتحورات مهمة جدا، وهي التي تنذرنا بأن نجيب يعني على هذه الأسئلة. عدد من المتحورات تحدث أكثر من الاعتياد، وأيضا يعني تحفز أيضا عملية يعني مخاطر تقييم المخاطر، وخاصة نحن في فترة الخريف، وهذا شيء مهم. ولا نأخذ نحن أيضا لا أيضا نستبعد أيضا أن يكون جزء من عائلة سلالة الأوميكرون، وبناء على أدوات وهذه تبادل المعلومات سوف يكون من الصعب أن نبرر، برغم أيضا هو الكثير من التحيرات التي تحدث، ونحن نحاول أن نحدث يعني هذا التقييم خلال البيانات التي تأتينا. وأنا أعطي الكلمة الآن إلى، شكرا. أنا أعتقد أنت محقة بذلك، والطريقة التي أنت تقرأ البيانات ولكي نقرر ما كان ذاك. هل لورنزو يريد أن يضيف أي شيء؟ أنا أعتقد أميرة قد يعني أعطت نقطة هامة، وأنا ننظر إلى بيانات المختبرات وأيضا مختبرات الأوبئة، وهذا ليس جزء من أوميكرون، لكن هناك لا زال يعني قلق يعني بناء على تحديث البيانات. شكرا لورنزو. أنا أعتقد الشيء الحرج هنا أميرة كما تحدثت مع المعلومات، هذه المعلومات التي تلقيناها لغاية الآن أنا أعتقد مهم جدا، وكما كلما تعلمنا المزيد من المعلومات هي المعلومات بالوقت والتقييم، وأيضا ونحاول أن نغير أيضا يعني الوعي الذي لدينا. هناك أسئلة إضافية حول بيانات المراقبة، كيف نستخدم يعني هذه البيانات المراقبة؟ السؤال، هل منظمة الصحة العالمية هل أيضا تشجع هذه الدول لمراقبة هذه البيانات وتجمع وتشارك بهذه البيانات؟ هناك بعض الدول تشارك، وليس هناك مقياس يعني معين لعملية يعني تدوين هذه البيانات والمعلومات. وممكن أن نجيب على هذا السؤال من وجهة نظر منظمة الصحة العالمية، وخاصة من أفريقيا الجنوبية أو المملكة المتحدة، كيف يستخدمون المراقبة؟ أنا أعتقد أن مكون مهم، ونحن نرى أيضا استخدامها لعدة سنوات، ونرى أيضا متلازمة التنفس الحادة 2، وأيضا نرى بيانات تقدمت من قبل المديد. لكن أريد أن أقول لكم بأن منظمة الصحة العالمية على المستوى الداخلي نحن نأتي يعني سويا على عدة برامج، عدة يعني نطاقات تتعلق بالأوبئة، ومع زملاء لنا أن يكون هناك نهج واحد، كيف يكون هناك يعني مراقبة المخد. هناك الكثير، هناك الكثير من خصائص عوامل ممرضة، مراقبة المياه، وهناك الكثير من مراقبات
في كل دولة، وهناك أيضا أن نستخدم هذه عملية الكشف على شيء أو لعملية أيضا لمراقبة المسارات. علينا أن نوجد نهج، الكثير من الناس هم مهتمون بالتمويل، هو أيضا مهم بالنسبة إلى المياه السيناء، وأيضا ولكن نأخذ لا هناك ليس كان نظام أساسي وعملية قدرات يعني مراقبة التسلسلات. ربما أميرة ممكن تحدث عن المملكة المتحدثة وفي أفريقيا الجنوبية أو أفريقيا الغربية كيف تستخدمون أيضا، وربما لسنا يعني الأفضل للإجابة على هذا السؤال بالنسبة للمراقبة كما استخدمناها خلال فترة الجائحة. كان لدينا بيانات ونحن نعتقد لقد شاركناها أيضا لمراقبة المسارات، وهل ما يبقى موضع تحدي يستخدم أيضا لكشف المتغيرات الجديدة وأيضا الاستكشاف. أنا أعتقد أنه هو شيء ميزة مهمة جدا لدينا دول هي بإمكانها تستخدم أو تراقب أو تبلغ عن أي متغيرات قبل الكشف عنها، ونحاول أن نستكشف، لكن الوقت الحاضر ليس لدينا. وأيضا أوافق أما قالت ماري، هذه النموذج يحتاج المزيد من التطور، ما يريد أن قد يكون وكل النفايات وأيضا الفائدة فعالية الكلفة. وأنا أعتقد شكرا. مهم جدا أن نتحدث عن طريقة واحدة أن نتحدث حول ماذا تعني لنفهم ما هو الشيء الذي نفتقده يعني مرور الوقت. نرى شيء يعني مهم جدا حول أيضا بيانات الأيادية، بإمكانك أن تري بعض المسارات وتحدثي عن البيانات وقد يتم تنفيذها. ونرى أيضا يعني مسارات ومن المهم جدا نجد متحيرات. وبهذه الطريقة نستطيع أن نظهر إلى يعني ماذا يحدث هنا. هناك الكثير من العمل الإضافي الذي علينا أن نقوم به الآن بالنسبة لهذا الموضوع. فحتى في أفريقيا الجنوبية هناك يعني طرق مختلفة وآراء مختلفة، ولكن أعتقد أنه علينا أن نشجع طبعا بالإدلاء ببيانات إضافية. لورينزو نعم، بالنسبة هناك بعض الأنظمة أنظمة المراقبة التي لا يعني تعلمنا بحدة الوضع، ولكن ممكن أن تعطينا معلومات بالنسبة للانتشار في المجتمعات المختلفة. هذا ممكن أن نستعمله طبعاً كأداة فعالة التي بجانب أنظمة أخرى، ولكن الدكتورة ميرا قالت أنه بالنسبة لBD.OTC أنه كان هناك بعض الاستكشافات هناك في أوروبا ولم تأتي هذه الحالات إلى يعني إلى العيادات أو إلى المعالجة الصحية، ولكن قد أعلمنا بها. ما هي طبعاً الـ BA.286؟ ما هي تأثيرات الآن أو وجوه هذا الفيروس على الأرض؟ نحن طبعاً تكلمنا عن هذا الموضوع في العرض، ولكن هل هناك أشياء أخرى إضافية ممكن أن تتكلم عنها؟ من يريد أن يجيب على هذا السؤال؟
Mira can have one too, maybe. Or Mira, oh, Mira Ann just tagged you in answering that question. نعم أعتقد أنه الآن طبعا نحن متأخرون بالنسبة للتعامل مع هذا الفيروس. طبعا عندنا بعض العوامل التي اكتشفناها في بعض المختبرات بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن هي وهو طبعا هذا النوع مشابه للأنواع الأخرى التي صادفناها من قبل، ونحن نرى من البيانات المبكرة في المختبرات أنه هذا النوع يعني يتعامل مع في العنصر البشري بنفس الطريقة كما هو مع المتغيرات الأخرى. ولكن أعتقد أن نحن استطعنا أن نحدد أنه من الصعب جدا تحديد أو تعرف على مدى انتشار أو سرعة انتشار هذا المتغير وطريقة طبعا انتشاره من شخص إلى آخر. هذا لن نستطيع أن نحدده. فالآن أعتقد أنه مبكر أن نتكلم عن هذا الموضوع، ولكن التسلسلات التي نظرنا فيها ممكن يعني نرى أنه يعني كما هي كانت المتغيرات الأخرى ممكن أن يعني يذهب باتجاه الموت أو الاختفاء، أو ممكن أيضا أن يتطور كما تطورت الأخرى، ولكن الآن هو وقت مبكر للحكم في هذا الموضوع. أيضا نعم بالنسبة لي طبعا هناك نرى يعني الأعداد التي يعني المرضى والذين والطوارئ التي الموجودة في بعض من البلدان، ولكن أعتقد من جديد يعني في العناية الفائقة الآن ليس لدينا هذه الأعداد التي تشير إلى الخطر العالي في هذا الوقت في هذا الحين، ولكن أعتقد أن هناك الكثير من التدخلات الطبية بالنسبة للكوفيد، حتى طبعا نشمل كل المتغيرات المنتشرة الآن، وهذه كلها طبعا تستطيع أن تخفف من وطأ المرض أو أيضا بالنسبة للكوفيد الطويل المدى. وكل هذه الأمور هناك ليس فقط اللقاحات فقط، ولكن ما لدينا أيضا أنه هؤلاء الأفراد الذين حصلوا على التلقيح، نحن نريد في منظمة الصحة الدولية أن هذه الفئات مثلا من النساء الحاملات أو الكبار في السن والأطفال الصغار، هؤلاء المعرضون بشكل أكبر، والبوستر أو يعني الإضافي الحقنة الإضافية أو اللقاح الإضافي هذا شيء مهم جدا، وهذا طبعا عندنا طبعا الكمامات، عندنا كل هذه الآلات للتنفس، مساعدة على التنفس، كل أنواع من العلاجات المتواجدة، وعلينا أن نتابع في استعمالها ولا نهمل استعمالها الآن بسبب أن المتغيرات ليست يعني على حدة كبيرة كما كانت في الماضي. والآن عندنا بعض المعلومات أو البيانات من أفريقيا، طبعا البيانات هي قليلة أو يعني عددها قليل، وكيف تستطيع غامبيا مثلا أو بلدان مثلها أن تتعامل مع هذا، خصوصا لأنه عندنا الكثير من الانتشار الكوفيد 19 والقليل من الناس أو فئة بسيطة من الناس الذين يأتون للعلاج أو اللقاح. نعم هذا واضح أن هناك مراقبة في بعض المناطق، وطبعا ماريا أنت ذكرتي في عرضك أن هناك ثلاثة من ستة المناطق
تحت المنظمة في الشرق الأوسط، في أفريقيا، في أنحاء من آسيا الجنوبية. ليس هناك معلومات كافية وبيانات كافية تأتي من هذه القارات أو المناطق، وأعتقد أن التسلسلات والقدرة على النظر في تسلسلات موجودة، ولكن علينا أن نعمل مع هذه البلدان والمختبرات المتواجدة فيها لبناء القدرات أو رفع القدرات الموجودة فيها. وهذا نحن ما نستهدفه الآن وما نقوم به هذه السنة. وآن هل تريد أن تتكلمي عن التسلسلات وخصوصا بالنسبة لجنوب أفريقيا؟ خصوصا بالسنوات الماضية فقد عملوا بجهد على توسيع المراقبة، وهذا الآن يحصل في بعض المناطق الأخرى الأفريقية. نحن نفس في نفس المكان كما كنا في السنوات الأربعة الماضية، ولكن قدراتنا الفعل ارتفعت إلى مستوى أعلى بكثير، وهذا شيء جيد. ولكن علينا أن هذه ما أورثنا إياه كوفيد هو هذه القدرات المرتفعة الشأن، علينا أن نستعملها ونستغلها اليوم أيضا. نعم، هناك الكثير من البلدان في أفريقيا التي قامت كثير بالاختبارات، وعلينا أن نستعملها بدفع أكبر على مستوى أعلى وبهذه الطريقة نقوم بها، ولكن أفضل أن نقوم بها على حسب معيارات أو معايير جديدة. فطبعا كان هناك ارتفاع وتحرك كبير في هذا الاتجاه وحتى بالنسبة للتسلسلات، ولكن ببعض الأحيان لا نرى ما أنه في بعض لا نراها في بعض البلدان. لكن هناك كثير من العمل للتدريب والاستدامة في التدريب، وبهذه الطريقة نعمل بمفردنا ولكن نعمل كفريق عمل. طبعا الكثيرون تركوا مجال الصحة، ولكن هناك الكثير من الشبكات الجديدة التي تبنى في أفريقيا، وهذا ما سوف يساعدنا في الماضي. ولكن هذا الدفع الجديد لا، هذا ما علينا أن نتكل عليه لكي نتقدم قدما الآن. لا أعطيك أيضا أي شيء تريدون أن تضيفوه قبل أن نختم اليوم؟ كلا، ليس هناك أي شيء أريد أن أضيفه. فالآن طبعا هذه نهاية ندوتنا اليوم. ساعة كان أستطيع أن نتكلم لمدة ساعتين إضافيتين، ولكن علينا أن أشياء أخرى نقوم بها، أعمال كثيرة أعلم أنكم. لكن أنا أشكر الجميع، دكتور رانزو سانتاسو وكل الذين عملوا معنا اليوم، والفريق مع دكتورة سوبريا بريون، ونحن نقدر عملك سيدة سوبريا وتعطينا هذه الفرصة لكي نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع التحدي الكبير. شكرا سيدة ماريا، وشكرا لسيلفي التي أيضا قادت في هذا الشأن، وكل المتكلمين ومتحدثين اليوم، وكل الذين اجتمعوا معنا. وهذه الأسئلة الشيقة، وأعتقد أنه نحن نفهم قلقكم أو بعض من هذه الأمور التي تحدثت عنها، ولكن أريد أن أشكر الجميع على السيدة موريا بريان، دكتور ميراتشان، دكتور رانسو وباكورك وزملائي برياش أوماشاندران التي تدعم الدردشة طبعا، وفانغلو الذي يقوم بالأعمال التقنية، ودكتور أغنيسي باستوريني الذي هو مفروض يكون على في عطلة ولكن قد أتى وساعدنا، وكل المترجمين. عندنا مترجمين في العربي، اللغة العربية والروسية والإسبانية والفرنسية، وأيضا عندنا
اللغات الأخرى طبعا والذين ينظمون الترجمة الاصطناعية أو على الذكاء الاصطناعي. فكما قالت السيدة ماريا سوف تحصلون على تسجيل بكل هذه اللغات على موقعنا على الإنترنت، وأيضا سوف يكون هناك أيضا خلاصة لما تحدثنا عنه في هذه الندوة. إذا كان لديكم أي أسئلة إضافية ممكن طرحها طبعا على البريد الإلكتروني، و طبعا تستطيعون تحصلوا على خلاصة أي شيء نقوم به في شهر أكتوبر. أيضا عندنا حلقة أخرى وحلقات أخرى عن طبعا الإنفلونزا وأنواعها، وأيضا بالنسبة للوقاية والسيطرة على إيبولا وماربورغ. فكونوا معنا في ونتطلع إلى رؤيتكم من جديد، ومع السلامة وشكرا لوجودكم معنا اليوم. شكرا، مع السلامة.